بتضافر الجهود وبحضور النوايا الحسنة. إذا كانت هذه الأمور هذه حاضرة، يمكن الدور ديال المدرب كيبقى دور يعني عنده واحد 20%، لأنه باش الطموح ديالي هو إن شاء الله إسعاد الجماهير، تحقق نتائج إيجابية، تكوين واحد الفريق تنافسي اللي تكون نسبة مئوية منه من أبناء مدينة مراكش، الخروج عن العادة اللي اعتاد الكوكب المراكشي في السنوات الماضية أنه يجلب لاعبين أكثر بدون فائدة، والدليل هو نزول القسم الوطني الثاني. يعني مرحلة تؤلم ولكن هذا واقع كرة القدم، نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن. نعيم مبارك راضي رئيس فريق الكوكب المراكشي، اتمنى صادقا ان ننجح في هذه المهمه الصعبه في اعاده الكوكب الى سكته الصحيحه. ندعو لك ندعو الجمهور المراكشي انه يستند الفريق من اجل قطيعه مع العديد من الممارسات التي لا تمس الرياضه بصله، ولكن الان هذه مسؤوليه تاريخيه، اتحمل مسؤوليه كامله فيما سيقع للكوكب المراكشي لانني انا المسؤول الاول عليه. كنتمنى ان الفريق تمشي مع الانتصارات وان شاء الله يعود للفريق باسم الله. قررنا جميع المسؤوليه ديال تسيير شؤون الفريق، واول الاهداف كانت عندنا هو نجمع الفريق الاول، ومن بعد تشكيل طاقم تقني اللي من بعد مفاوضات مع العديد من المدربين. فقررنا كنكتب وزير اننا نختار السي هشام الادريسي على راس العدد الفنيه ديال الفريق وإجالة الملك باش نحدو من هذه الظاهرة ديال النزيف، وهذا النزيف اللي كيبس فريق الكبرى ديال المراكشي. جوج ديال الناس كيبداو تيغروا الدراري مقابل 1000 ل 2000 درهم. حنا غادي نقوموا بالمساطر القانونية، اللاعبين الآخرين اللي عندهم مستوى وما داروش عقود تالو فهاد الأسبوع غادي يوقعوا العقود تالو الاحترافية، ولكن كنتمنى من الفرق الأخرى ولا الناس الآخرين يحترموا المبدأ ديال اللاعبين تكونوا ترعرعوا فريق 12 سنة حتى هما يشتغلوا ويكونوا لاعبين، ماشي نبداو نخطفوا لاعب جاهز ونغرروا واحد 50,000 ولا 60,000 درهم. المال والسلطة ليست كافية من بناء فريق، اللي خصو يبني الفريق هو العمل، هو التكوين، هو العمل الكؤوب. ولكن باش نجيو نوجد لاعب جاهز علاش ما تنزلوش عليه؟ كانوا مشاكل، كان فارغ التسييري هو اللي خلى هذه المسائل توقع، ولكن الان قطعنا مع هذه، حنا الان متواجدين باش نجمعوا الشمل فريق الكره المراكشي ونعاودها ونقولها لن نتنازل عن حق الكره الرياضيه المراكشي ولن نتنازل عن اللاعبين ديالنا اللي عندهم كفاءه. كما كنعرفوا ففريق الكره المراكشي بعد ما استقلت بالسابق